مامسي مامسي بتاخر قوي يا مامسي. بقول لك ايه ده يا مامسي؟ انا قايل لك اعمل بوستاج عامل اسماعيل ياسين في الفانوس السحري. اسماعيل ياسين ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه انا عايز اتصور وانا باكل النعامه والنبي يا عمو. هو ده مش بوستاجي؟ بوستاجي انت عملت لهم كده؟ اه ودخلت لهم بالمنظر ده؟ ايوه. خرب بيتك يعني ولا عارف تبسطني ولا عارف تجيب لي حقي؟ عيب عليك، دي وقعت على الارض اغمى عليها راحت المستشفى. الله ينور. وفين الواد هدوء؟ اتخطف العريس؟ خطفوا عريسه بقاله ساعه في العربيه. يا طب انده انده اقعد اقعد هات الامانه. خش قفشتهولك يا معلم. هو ده ولابس له احمريكه عريس يا قمر انت؟ هو ده روبي؟ هو ده روبي. شيل لنا اللزقه نسمع حلاوه صوته. يلا يا عم. يا روبي يا عم. انا نوبي مش روبي، انا بتاع البيتزا. كنت جايب اوردر للاماره اللي جنبكوا، قام الراجل ده ضربني وخد البيتزا مني. السعيد ايه ده؟ انت جايبني بتاع البيتزا؟ ايوه انا بس يا اعمل حاجه صح. قال لي انا نوبي فافتكرته عنده برد فيقول روبي. بتفتكروا ليه؟ بتفتكر فين البيتزا؟ طيب اكلتها دي طعمها زي الحاجه. اكلت البيتزا عجبتكم؟ عجبتنا. ايه انتوا لازم تنورونا في المحل، احنا عاملين افتتاح وعاملين عروض حلوه قوي ان شاء الله. بيتزا نوبي يعني؟ لا لا عاملين عروض حلوه. ايه العروض؟ عندنا بنبيع بيتزتين وبتاخد الثالثه وبتشتريها. ده عرض للعبط يعني؟ ان تشتري اتنين وتشتري التالتة؟ لا هي من حلاوتها بتبقى بطنك فاضية. يا سيدي حلاوتها احنا جبناك بالغلط. بس لا انتوا لازم بقى تدوا البيتزا النوبي بتاعتي. ايه البيتزا النوبي دي؟ هو في بيتزا شرقي وبيتزا ايطالي. اه انا عملت البيتزا النوبي. اي عملتها ازاي يعني؟ يا باشا انا بروح المحل بكره الصبح كده بدري وابدا بقى هو 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 هو. هنا انا بفرد العجين هو 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 هو. يا اصحابي يلا بينا شد العجينة ومدها تريتي تريتي تي ايه اللي تريتي؟ شلتها منها على بطاها. يابا يدخل بقى على الزبون اقول له وهتاكل ايه وبكام وفين؟ ده الشرقي احلى من الايطالي. الله يا سلام. ده تبع الفقرات ده صح؟ هو ده العريس اللي قال لكم بيتزا نوبي يقول لي كده؟ على اساس ان البيتزا الشرقي كده بقى؟ يا عم اطلع بره يا عم جايبينك بالغلط. يابا انت ما تجيبليش حد تاني. ده الشرقي احلى من الايطالي يا سيدي. ايوه يا جدعان انا عايز حق البيتزا. حق البيتزا تعالى. عارف الضرب النوبي؟ تعالى بقى كفايه بقى. هم دول صحابي اللي هيقفوا جنبي انا، ولا هلاقي عريس ولا نيله شمادي هتتجوز. استر يا رب.